في إطار منسقيه الاحزاب الممثله في البرلمان تم استدعائنا من طرف رئيس الاتحاد الجمهوريه لتدارس الوضعيه الصحيه دخلتها البلاد في هذه الموجه الثانيه من مرض كوفيد 19 وقع اللقاء وانعقد الاجتماع على مستوى في فندق موري سانتر. كانت النقاط اللي تم تداولها هي الامكانيات المتاحه للاحزاب السياسيه والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين في توعيه المواطنين والشعب الموريتاني بخطر هذا الداء، وهو خطر حقيقي، يؤكدوا واقع الحال وتاكدوا البيانات الصريحه والمتتاليه اللي جايه من شر الجهات المعنيه وخاصه البلاغات الصادره عن مدير الصحه العموميه دكتور الزحاف. وللاسف الشديد يبدو انها وضعيه متفاقمه وبصرت النقاط الخطوط الحمراء من يعود بلد امكانيه ايواءه وتكفله بالمرضى واصل حدودها القصوى في مرض امكانيات علاجه معدومه ولقاحات في احسن الحال لا يجي بطريقه عاديه ولا يجي من اللي بالشهر الجاي في احسن الحالات، معناها ان اليوم ما قد يعول عليه معمولانا يكون الوقايه. وقطعا عن اجراءات المتخذه رقم اللي قامت به الدوله من جانب الاعلامي وقاموا به الفاعلين قطعا انها ما لحقت المستوى المطلوب. المواطن الموريتاني ما زال للاسف الشديد المرض ما سعى عنه موخر، وهو مرض ارقامه فظيعه ومروعه لانه تقتل عشرات الناس، ومستشفيات الدوله اليوم عامره من الناس. ويفترض انها احنا ما زلنا في بدايه الموجه وفي بدايه موسم البرد، الموسم الشتاء اللي احنا ممكن ندخلناه، وبالتالي يلا لا نعود عارفين عن هذا الخطر حقيقي. ونطرح سؤال قدام الاحزاب، شو تقدر تعدل؟ الاحزاب ما عندها يكون تشوف دورها لا يتعدل قضيه التعبئه والتحسيس مساهمتها، عندها دور ثاني هو انها تكثف جهودها في رقابه العمل الحكومي والطريقه اللي تاكد فيها ان حزمه الاجراءات اللي تم اتخاذها انها فعلا مشات شو طريقتها كما هي، وحث الفاعلين والمعنيين بالقضيه انهم يقضوا اقصى اجراءات الاحتياط والحذر وتقويه حزمه الشفافيه فيها. وفهم تواصلنا على مجموعه من النقاط من بينها هي ربط صلات مباشره بالجهاز الحكومي المعني الوزارات المعنيه واللقاء معها وتوضيح بيض منها الصوره بشكل مباشر وحثها على اعتماد مزيد من الامور. ولا عندنا بعد نقد نقول انه حالا يكون عضو صريحين مع مواطنينا يقولوا عن فعل الوضعيه اللي فيها البلد وضعيه تخلع، وحد يتلاعب بها يتلاعب شيء خطير على صحه المواطنين وعلى امنهم. تعرفوا عنه فهذا دمر الانظمه الصحيه لبلدان كثيره ومستمر في تدميرها، بلدان احسن منا احنا بكثير. واللي نقد نقوله ذاك لان نعطوا الحقيقه لمواطنينا ان الوضع الوبائي في موريتانيا الان وضع كارثي.